مرحبا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تشاهدوا هذا الفيديو في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نفصل معاكم بيجامة ديال الدار، بيجامة بالسروال قصيرة. عندي هنايا هذا التوب ديال الكانيش، هذا ديال البرد، راه سخون، هذا غليظ، شفتو معايا هنايا. وغندخل لها هذا في الديكرادي في الباندات، غيجي في الباندات ديال الرجلين وديال الكمام وفي الكول. وندخل لها هذا لولوكاتي، ندير لها واحد في السروال وواحد في هذا في الكبوط. طبعا نحيدو هادو. عندي هنا التوب، هنا جبتو طويتو على 4، هذه هي الحاشية ديالو، جبتو طويتو هكا، درت هنا في العرض 31. هنايا العبار ديال السروال، وغادي نفتحو من هنا من الجنب على حساب عندي فيه الجياب في الجنب ديالو. الا ما كانش فيه الجياب هاد السروال ديال البيجاما ما تحلوش، خليوه مسدود. انا غادي نحلو هنا، راه دايره 31، وغادي نحلو حد الطول ديال السروال ديالي، ما نفوتش الطول. نحط بعدا العبار ديال اللاستيك، هنا غادي نخلي 6 سنتيم ديال اللاستيك، وغادي نشد الطول. عندي في الطول ديال السروال 87، وغادي ندير لها انا الباندا في السروال، غنقص واحد 4 سنتيم ديال الباندا، درت 83. نعلم باش غادي نقطع حد هنايا. دابا نحط العبارات ديالي، انا هبط هنا في الحرده ديال السروال، انا هبط 26. ها هي غنشد من هذا الخط اللي درت هنا، هاد 6 سنتيم راه ما نحسبهاش ديال اللاستيك، غنحسب من هنايا. ها هي درت 26، دابا غنحط العبار ديال الحوض. عندي في الحوض عندي 27، غنخلي سنتيم من هنا ديال الخياطة، غنخلي سنتيم من هاد الجهة، وعاد نخلي الخياطة ديال هاد الجهة هادي، بحال غنخلي جوج سنتيم، وغنخرج من هنايا 4 سنتيم ديال الحردة. هنا غنخرج 4 سنتيم، هاهي هنا في الدورة ديال الحزام غندير 26. هنايا غادي نجي من هنا غنطلع واحد 6 سنتيم، وندير الدورة ديال الحردة هنا، ونصيب خط لهاد 4 سنتيم اللي خرجت. هنا من التحت من الراس ديال السروال غادي ندير 21 على حساب جوج سنتيمات تمشي لي في الخياطة، وغتبقى لي 19 ديال السنتيم باش يجيني مجموع بالباندا، يجي عريض شويه باش يجي مجموع، يعطي داك هكا، ما يجيش كولون، يجي واسع شويه. صافي غنشد هاد المسطره وغنصيب خط من هنا لهاد البلاصه هادي. اجي لهنايا وغندخل واحد جوج سنتيم على حساب باش ما يبقالوش من هنا مكشكش في السروال، ما يجيش داك التبواق تماي. صافي وغنحط هنايا هاد البلاصه هادي، نحطها مع هادي ونهبط هكا. هيا فين نقص هنايا جوج سنتيم. صافي دابا غادي نقطع، نقاد من هنا راه ما عنديش مقاس.
هذا السروال ديالي، هذه هي الحفده ديالي هنايا. دابا غادي نجي نحيد ديال الظهر بوحدهم، وهذا هنا ديال الامام. ندخل هنا 1 سنتيم في ديال الامام، هنايا في هاد البلاصه ديال الجيب غنجي نهبط هاد 6 سنتيم اللي خليت ديال لاستيك. هكايا في غيكون عندي لاستيك هنايا، وغادي نعلم حد البلاصه اللي غيكون عندي فيها واصل ليها لاستيك هنايا. هكايا عندي لاستيك فيه 3 سنتيم ولا 4 على حسب شحال عندكم في لاستيك هنا. وغادي ندير الفتحه ديال الجيب ديالي، غادي نجي نفتح، غادي نهبط هنايا 12، غير 12 بركة، مكتوب هدا راه كيتحل، وندخل 5، صافي، وندور هكايا، وندير الجيب ديالي. هادي في حالتي إلا مكنتوش باغيين ديرو الباندا هنا بوحدها، إلا كنتو غديرو الباندا هنايا بهذا ديرو الباندا فيها 8 سنتيم وديرو لاستيك معاها بوحدها، تحيدو هاد الشي هذا وتلصقوها من تخيطو. انا هنايا درت هكايا بهاد الطريقة هادي. غندوز غادي نفصل الكبوط بعدا الفوقاني كيف ما الفوقانية، غنخليه على هاد الطريقة هادي. هنا غادي ندير الكبوط، شوف شحال عندي في الطول ديال البودي ديال الكبوط، 62، تاهو غادي تكون دايزالو الباندا من التحت، غادي نقص منه 1.4 سنتيم، هنا غادي نحط العبار ديال الكتاف، عندي في الكتاف 19 ونزيد سنتيم ديال الخياطة، هبط هنايا قبال 20، عندي في الصدر 26 ونزيد سنتيم ديال الخياطة، نطلع هاد الخط هكا بهالتو يجي البطن، عندي 25 غنهبط هنا 14، هاهي نزيد سنتيم ديال الخياطة، صافي غادي ندور دابا هكا، ندير هاد البيستولين سيلان هنا، نجيب هكايا وغادي نصينها لهنا. الدورة ديال الكيطمة من التحت غادي ندير فيها، غندير فيها 29، الدورة ديال العنق ندير فيها 7 سنتيم على حساب التوب، هذا ملي كنقطعوه راه كيمشي كيتحل، ندير فيها غير 7 باش ما يجينيش الدورة ديال العنق كبيرة، صافي هنايا راه غنهبط 3 سنتيم ديالي، وغادي نصيدها لهنايا. هذا هو الكيطمه ديالي الفوقانيه، غادي نحيد دابا
هذا الظهر غنخليه الامن، غندخل هنايا واحد سنتيم ونص. هنا غادي نهبط 10 سنتيم هنا في الدورة ديال العمق، وغادي ندير الدورة هكا جداية. غادي نقص من هنايا سنتي جوج سنتيم صافي. غادي نعبر التركيز ديالي شحال فيه 26. غادي نخرج الكمام ديالي من هاد الجهة هادي اللي بقاتلي، هاد الطرف اللي شاطلي هنا في الجنب منو غادي نخرج الكمام. غنجيب هكايا غادي نطوي على جوج، نولي نطوي على 4. هاد الموديل هذا راه يقدر تكفيك 1.60 كافية. الحق هاد العبر اللي عندي انا، يعني عندي هاد العبر راه ناقص شوية زعما صغيرة هاد الطاية هادي بالنسبة للطول. غندير هنا في العرض عندي 22، دير 23 صافي. الطول عندي 50 هنايا، وغندير لها باندا في الكميمات. انا نقص جوج سنتيم هنايا، ومازال غتنقص لي جوج سنتيم ديال الخياطة، سنتيم من هنا وسنتيم من هنا، هي 4 سنتيم. وغندير لها في الباندا غندير لها 4 ولا 5 سنتيم، تقدري ديري حتى 6 حيت الكم اللي كيكون فيه هنا الباندا كيبغي يجي شي شوية طويل باش يبقى بحال اللي هابط من هنا، ميجيش مشنق. هنا حطيت 50، هنا غادي نهبط 12 سنتيم. احسب هادي غير بيجامة ومولاتها راها قصيرة، ما هبطلهاش 13 من هنايا، هبطلها غير 12. وهنا راه عندي 25. ومن هنايا غادي ندير لها 15، غنجيب مثلث وغادي نصل هنا بخط. غنقسم هاد المسافة هادي هكا هكا، وغنخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم، وغادي يمشي هكا هي. هنا في الدراع عندي 19، راه هي هذيك. عندي هنايا 20 سنتيم ديال الخياطه صافي. هذا هو الكم ديالي، وهنا راه غندير له باندا يجي هكا هي. دابا غادي ندوز باش نفصل الباندا ديال الكمام وديال السروال والجيب. هذه هي المبره، هذه راه مبره غادي ندخلها. راه عندي هذا فيه الشعرات في المارو، ودرت معها هادي مارو. هنا راه عندي فيها 19 هنا في الطول في العرض، اقسم درنا هكا على جوج، وغنوليو نديرو له هكايا. هنا العرض غندير فيها 7 سنتيم، حيت غادي تنقص لي سنتيم ديال الخياطة هيا هنايا. وهادي راه غتقسم هكا على جوج، غتولي لي هنايا جوج كمامة يخرجولي. نقادها مزيان تكون عندي 7، من هنا 7 ومن هنا 7. هنا هادي غادي نقسمها على جوج باش غادي يخرجوا ليا جوج باندات، هادي باندا ديالكم وهادي باندا ديالكم.
دابا غادي نخرج البانطات ديال الكمام ديال السروال، راه نفس الطريقه غادي ندير ديال السروال، غندير فيهم 20 في العرض حيت ماشي بحال اليدين، كيكون شويه خصهم معرضين على اليدين. صافي وغادي نطوي هكايا. هنا غادي ندير الباندا اللي غدور لي بالكيطمه، هنا هذه الدوفه ديال الامام ولا ديال الظهر، غنشد عليها العبار. هنا هذا العبر اللي عندي هنايا غادي نجي ونحطه هنايا، غادي نقص منه 8 سنتيم على حقاش الباندا تجيني صغيره على هذه باش تجي مجموعه من التحت. هنا غادي ندير 50 في الباندا في العرض ديالها. هنا الباندا عندي على جوج، غنفصل الباندا ديال الظهر والباندا ديال الامام، غتجي بحال هكايا. هي غندير فيها 7 سنتيم في العرض ديالها. صافي راه عندي الحد هنايا نقطع. هذه الباندا غتلصق لي في الدوفات من التحت، غادي تسهل هكايا، غادي تخيط من هاد الجهه هادي، تلصق من هنايا وتلصق في الباندا من التحت. غنوريكم ان شاء الله في الخياطه. دابا غادي نفصل الدوره ديال الكول، حتى هي غادي ندخل هاد المبرة. فيها في الدورة 24، ديك الساعة نشوف من جي نخيط واش تجيني نيشان. بغيتو تعبرو دابا الدورة ديال العنق وتحطوهم هنايا، تعبروهم دابا حيت غالبا كنلقاو في الدورة ديال العنق 24. هاهي هنايا عندي 24 وغندير في العرض ديالها 6 سنتيم، مازال غتقسم على جوج غتولي فيها غير 3 ونخيطو سنتيم، غتبقى لي في الدوره بحال تبقى لي فيها غير جوج سنتيم ولا جوج ونص. صافي هذه هي الدوره ديال العنق، غديرها هكا غادي نخيطوها على هذه الطريقه، هذه هكا على جوج. دابا غادي نفصل الجياب حتى هما يكونوا من هذا المبرة من الداخل. هنا في العمق ديال الجيب غندير 30، وهنا غادي ندير 18 في العرض ديالو، وغادي نسال هاد النقطة هادي مع هاد النقطة هادي بيدي هكا. من هنا غادي نحلو باش يوليو لي هنايا جوج قطع ديال الجياب بجوج. صافي هذا غادي نصاوب داك الباندات ديال داك البي اللي غنصاوب به الجيب. صافي نقطعي هذا على جوج راه كافي. صافي هذه هي الكيطمه ديالنا، ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال الخياطه.